ونشاهد هذه اللقطات. أعتقد أن الصورة ربما للإخوان اللي تحدثوا في بداية الأحداث عن وجود مطالب وغير مطالب وما إلى ذلك، الآن نريهم هذه الصورة عبر الشاشة والصورة تحكي. نحن لا، هذه الصور غير مفبركة أساسا، مثل ما تفعل بعض القنوات تفبرك الصور وتنقل أفلام من اليوتيوب بعد أن يتم إعادة الإدت لها أو مونتاجها وتعرض على أنها حقيقة. يعرضون صورة طفلة من جنوب شرق آسيا على أنها طفلة أصيبت في البحرين، ويعرضون صورة لمصاب من مصر ويضعون خلفه صورة دوار مجلس التعاون وينشرونها في فضائياتهم. هذه الصور غير مفبركة حية، غير ما فيها إعادة مونتاج مثل ما نقول، ليعرف العالم الحقيقة، ليعرف. نريد من القوى العالمية، القوى الغربية بالتحديد، القوى التي تحرص على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي واحترام حرية الاختيار، هل ما حدث اليوم في البحرين هو احترام من قبل الفئة القليلة لحرية الأغلبية ولقرار الأغلبية ولموقف الأغلبية؟ أقلية تريد أن تفرض موقفها ورأيها على الآخرين بالقوة وفي الشارع بوضع المتاريس وبالاعتداء على رجال الأمن الذين جاءوا ليسيروا حياة الناس، ليذهبوا لأعمالهم، ليذهبوا إلى منازلهم. من الخامسة فجرا تحرك هؤلاء لقطع الطرق على الناس.